بسم الله الرحمن الرحيم. بالمحاضرة الماضية حكينا عن نون ميوتيتنج اوبريتورز، ودخلنا عن على الاو ميوتيتنج اوبريتورز. نون ميوتيتنج حكينا هي تطبق على الليست والتابلز، وحكينا عنها بالتفصيل، وحكينا عن التايم كومبلكسيتي لكل واحدة منها. حكينا اللين اللي هي بعطيني الطول، الطول برجع لي القيمة المتغير اللي بيحمل عدد القيم. التايم كومبلكسيتي لها او 1، data sub j الرجوع لعنصر داخل الليست او التابل o of 1، كمان data.count of value، الكاونت هو ميثود بيشتغل على الليست وبيشتغل على التابل. حكينا كتبنا لكم وريناكم الكود له، باخذ القيمه بيعمل دوران بطول عناصر الليست، بطول عناصر الليست بقارن الفاليو مع العنصر، وبيعمل عداد وبيزيد العداد، ولازم يمر على كل القيم. لهيك كنا دائما باخذ all n، فيش best to worst هون، في always، حكينا always all n الكاونت. ليش؟ لأنه ما راح يقطع التنفيذ، الفور لازم تتنفذ كاملة، لازم يقارن الفاليو مع كل العناصر. طيب الاندكس والان، حكينا الاندكس بيبحث عن قيمة، إذا لقاها بعطيني مكان وجودها الاندكس إلها، اللي هي بيكون قارن k plus 1 operation. إذا لقاها عند الindex k بيكون لقاها، بيكون عمل k plus 1 operation، نفذ من اللوب k plus 1 بعدين بخرج، لأنه الindex بيرجع return الindex بيرجع k أو j المكان الموجود فيه القيمة، لأنه بيعمل return بخرج من الدوران، الدوران ما بيكمل. صح أنا بعمل for i in range of len of data، يعني أنا بفترض أني بدي أشتغل على كل الديتا، بس إذا لقيت القيمة if data sub j equal equal value بقول له return j مباشرة، رجع القيمة، هو بخرج من اللوب. بالworst case إذا القيمة مش موجودة، قلنا الworst case بالindex إنه القيمة تكون مش موجودة، بضطر يقارنها مع كل عناصر الليست، بعدين يعطيني raise value error إنها not exist، بيكون نفذ all n. لو سألتك قديش الindex الworst case إله، all n إنه قيمة تكون غير موجودة، ببحث كل القيم بعدين بحكي لي إنها غير موجودة، بيكون عمل دوران مر على كل عناصر الليست. الان بنفس الطريقة، بس الان بيرجع، بدل ما يرجع الindex بيرجع true أو false. إذا القيمة موجودة بيرجع true، بيعمل أول شيء دوران for j range of len of data if data sub j equal equal value return true. يعني هو صح بيعمل دوران على، بفترض انه الدوران راح يمر على كل العناصر، بس ممكن بلحظه معينه ينقطع الدوران. لهيك قلنا k plus 1، الكي اللي هو الاندكس الموجود فيه اول ظهور للفاليو. اذا القيمه مش موجوده بعطيني ريتيرن فولس خارج اللوب، هاي ريتيرن فولس اذا نفذها راح يكون نفذ، عمل دوران مر على كل عناصر الليست وقارنهن مع الفاليو وما لقاها متساوي، بعدين بيرجع لي فولس. اذا بالورست كيس كمان بيرجع لي، بتكون all n. لو سألتك الـ worst case بالـ index والـ n هي all n، إذا القيمة موجودة k plus 1. الـ count always all n، شو يعني all n دائما؟ دائما all n، مش رح نقطعها. عمليات المقارنة هي k plus 1، إذا لقى اختلاف بين الـ two objects اللي بدي يقارن بيناتن، التو ليست او التو تابلز، اذا لقى اول اختلاف هو بيحدد العلاقه هي ترو او فولس. اذا ما فيش اختلاف بيقول لي بناء على طول الاقصر، لانه اكيد واحد فيه راح يخلص، اذا خلص خلص ما راح نستمر بالمقارنه. عمليه انشاء ليست جديده من الليست الموجوده اللي هي السلايسنج والدمج والتكرار، هذول ولاحظ ليست جديده مش نفس الليست، بخزن القيمة بتمبوراري ليست، كلهن بيعتمدن على، حكينا على طول الليست الناتجة. الأولى من جي لكي خذ سلايس، طبعا ما حددتش السليت ستيب، الستيب بتكون واحد، بيكون كي ناقص جي زائد واحد. لو قلت لك ستيب 2 بتكون على اثنين، حكينا داتا 1 بلس داتا 2 بتكون الليست الجديدة اللي نتجت ان 1 زائد ان 2 طولها، طول الليست الأولى زائد طول الليست الثانية. C ضرب داتا اللي هي بتعطيني تكرار للداتا، تكرار طول الليست الجديدة بتكون C ضرب طول N، C في N. طيب وحكينا بالتفصيل طبعا شرحناهن، ذكرتكم فيهن هسه ووريتكم الكود، وإذا في كود مش مكتوب كتبت لكم إياه.
حكينا كمان عن الميوتيتنج اوبريتورز. الميوتيتنج اللي هي العمليات اللي بتعدل على الاوبجكت. العمليات اللي بتغير تطبق فقط قلنا على الليست، لا تطبق على، تطبق على الليست لا تطبق على التبل، لانه التبل ممنوع اغير على عناصره، لا تطبق على التبل. من القيا حكينا داتا سب جي ايكوال فال، هاي عمليه اسناد قيمه لعنصر من عناصر، عمليه اسناد قيمه لعنصر من عناصر الليست او استبدال. لو قلت لك الريبليس، الريبليس يقابل هاي، انه القيمه موجوده تستبدلها بقيمه اخرى. الفانكشن ريبليس، ريبليس بس بعطيه فاليو، بعطيه كي، كي وفاليو. القيمه الموجوده ات اندكس كي بسندلها قيمه الفاليو شو ما كان، ببدلها بقيمه جديده اللي هي نفس عمليه الاسناد. داتا سب جي يساوي فال، والتايم كومبلكسيتي هاي لها خطوه واحده بدها او 1. داتا دوت ابند اوف فاليو، اذا بتتذكروا الابند حكينا هي اضافه قيمه على اخر الليست، على اخر الليست بدها خطوتين اذا في مجال، خطوتين اللي هي داتا، لو افترضنا اسمها داتا، داتا سب الان ناقص سب الان يساوي الفاليو. طبعا احنا بنشتغل بالكود على الدايناميك اري اللي اشتغلناه. الدايناميك اري كان فيه اسمها سيلف دوت اندرسكور اي، الاري الاندكس لاخر عنصر راح يكون سيلف دوت اندرسكور ان يساوي الفاليو، بعدين بقول له سيلف دوت اندرسكور ان بلس ايكوال 1. خطوتين بدهن قديش الوقت؟ او 1. طب ليش قال لي ستار؟ حكينا لانه بلحظه معينه اذا كانت الليست فول راح يعمل ريسايز، راح يكبرها قبل ما يعمل عمليه اضافه عشان يقدر يضيف، راح يعمل عمليه التكبير الريسايز. هيك حكينا او 1 اوف ستار، وشرحنا بالتفصيل الانكريمنتال استراتيجي والدبلينج استراتيجي. حكينا الدبلينج تاثيرها قليل، لهيك شفنا انه كل عمليه ابند بحاجه ل او 1 تايم. حللناها طلع 3 ان ناقص 1 اول ان لان من عمليات الابند. طب عمليه ابند واحده تطلع او 1، بس لو عملت طريقه الانكريمنتال ممكن تطلع ان تربيع، كل عمليه ابند بدها او ان. لهيك بنحكي الامورتايزد اناليسيس او 1 ستار، هاي انه بحاله الريسايز راح تكون العمليه بدها وقت اكثر. بس كم عمليه ريسايز قلنا بتتم اذا عملنا دبلينج؟ كم مره بعمل ريسايز؟ اللي هو كل ان للاساس 2، يعني عدد قليل من عمليات الريسايز، لهيك ما بتاثر كثير على الوقت الكلي. داتا دوت انسيرت حكيت لك الابند الاضافه على الاخر، الانسيرت بدي اضيف قيمه بس مش باخر الليست، قلنا بدنا نضيف ات اندكس كي. الانسيرت تضيف فاليو ات اندكس كي. طب عشان اضيف الفاليو ات اندكس كي حكينا نقطه مهمه، انه الاضافه ما بدي، اول شغله ما بدي القيم تتاثر، يعني القيم الموجوده ما بدي تنقص، مش القيمه اللي بالاندكس كي تروح وتيجي مكانها قيمه جديده، لا بدي اضيف قيمه ات اندكس كي وبنفس الوقت القيم اللي كانت مسبقا بدي تظل موجوده، ما بدي تتاثر. اول شغله بكل عمليه اضافه ببحث، بفحص، قلنا بشو بنفحص؟ نفحص الكاباسيتي مع الان. اذا كانت الليست فول بعمل عمليه ريسايز قبل ما اعمل اضافه، اذا الليست مش فول لا بعمل الاضافه مباشره. طب عشان اضيف، يعني ذكرنا بالخطوات الرئيسيه كانت الريسايز، هاي حط لي ستار، ستار انه بلحظه معينه ممكن اعمل ريسايز، راح تكون بحاجه لوقت اكثر العمليه اذا عملت ريسايز. طب اذا ما عملت ريسايز، اذا ما عملت ريسايز شو عملنا؟ عملنا قلنا شيفتنج. مين يذكرنا بالشيفتنج؟ منين بلش لوين؟ من اخر الليست ايوه للاندكس لطيب. وريتك انه لو بلشت من عند كي بتضيع كل القيم، بصير كلهن نفس القيمه اللي كانت ات اندكس كي، وريتك اياها. لازم نبلش من اخر الليست لعند كي، والشيفت رايت مش شيفت ليفت، شيفت رايت يعني العنصر بخزنه بالعنصر اللي وراه. هاي جملة اللوب كانت إذا بتتذكروا، الانسيرت شيفت رايت وببلش من الآخر لعند كي، هاي 4 جي رينج، هاي هذا الشيفت مهم كثير، 4 جي الرينج اوف اوف لايش؟ سيلف دوت ان، ببلش من عند سيلف دوت ان، واحنا بنعرف انه سيلف دوت ان هاي المكان الفاضي لأنه آخر عنصر راح يكون عند ان ناقص 1. طب لأن أنا بدي أخزن فيه القيمة اللي قبله. لعند ايش؟ لعند كي، وكل مره انزل نزول ستيب ماينس 1، هاي الستيب ماينس 1
k فاصلة minus 1. self dot underscore a sub j يساوي self dot underscore a sub j ناقص 1. حط بالعنصر هذا القيمة اللي قبله. بلش من n حط فيها الn ناقص 1. الn ناقص 1 حط فيها قيمة الn ناقص 2. الn ناقص 2 حط فيها قيمة. طبعا k هو ما رح يصل لك k، رح يصل لعند k plus 1. k plus 1 رح يحط فيها قيمة k آخر إشي. بتصير قيمة k كأنها فاضية، بضيف فيها قيمة العنصر، باجي بقول بعد ما عمل عملية الشفت self dot underscore a sub k يساوي الفاليو، بعدين self dot underscore n plus equal 1. كل ما أضيف قيمة تذكر أنه لازم تزيد n بمقدار واحد، وإذا حذفت تنقص n بمقدار واحد. هاي خطوة رئيسية، إذا بعمل عملية حذف بنقص n بمقدار واحد بعد ما أحذف، وإذا بضيف بزيد n بمقدار واحد. ما ننساها، ليش؟ لأنه إن لازم دائما تحتفظ بطول الليست، بعدد القيم الموجودة داخل الليست. حكينا عن التايم كومبلكسيتي إلها إن ناقص كي زائد واحد، اللي هي خطوة الشفت، الخطوة الرئيسية اللي هي خطوة الشفت. طب قل لي ريسايز، ريسايز ما أنا قلت لك مش دائما بتم ريسايز، مش دائما بعمل تكبير. إذا كان الليست فيها فول بكبر، لهيك حطينا ستار، وعرفنا تأثير الريسايز على العمليات. طيب بحكي لنا إذا بدي أضيف بالبداية، بالبداية يعني كأني بدي أقول له اعمل من سيلف دوت ان لعند زيرو، صف الدوران إيش؟ الشفت رح يكون ان مرة. كم مرة رح أنفذ عملية الشفت لو بدي أضيف من البداية؟ بدي أنفذها ان مرة، لهيك التايم كومبلكسيتي اول ان. إذا بدي أضيف بالإند، الإند اللي هي الأبند، قديش قلنا التايم كومبلكسيتي لها؟ أول. ليش أول بالأبند؟ بالإضافة بالنهاية، لأن ما بدي شيفتنج، ما بدي عملية شيفت، بس باجي بضيف قيمة وبزيد N. ليش بالنهاية ما بدها O1؟ لأنها ما بدها شيفتنج، بس باجي بضيف القيمة هون وبزيد N. طيب عملية الحذف، أخذنا البوب، ذكرت لكم البوب أول شيء اللي هي تقابل data.bob bob of k أو del data sub k، تنتين متكافئات هذول. التايم كومبلكسيتي لهن ان ناقص كي، والستار دائما اذا في ريسايز. قلت لك الحذف ممكن يصير في ريسايز، ممكن يصير تقليص مش تكبير، تقليص بلحظه معينه انا حاجز 1000 ومش مستخدم غير 100، النظام ممكن يقلص الليست خليها 500 مثلا، بس احنا بكوداتنا ما انتبهنا على عمليه الريسايز بالحذف، انتبهنا بس بالاضافه، لانه الاضافه اذا ما كبرتها ما راح اقدر اضيف قيمه جديده. بس بالحذف لو في مساحه، لو حاجز كثير مش راح يضرني، هو بضر النظام، بصير النظام بطيء، يعني بضيع السيستم داخليا بالليست بيعمل ريسايز. احنا بكوداتنا بنعملش تصغير، بعمل بس عمليه التكبير، لهيك قلت لك الستار بالحذف باي انتبه انه في ريسايز كمان، بس الريسايز مش تكبير، تصغير. يعني بدل ما اقول له 2 ضرب الكباسيتي بقول له ريسايز كباسيتي على 2 مثلا. الكباسيتي على 2 نصه، خليها نصها، رجحها للنص، نص حجمها، بس تحت شروط معينة التقليص، إنه بكون حاجز مساحة كبيرة ومش مستخدم غير جزء منها صغير، روح بقلص، بقول لا أنا بديش هالكل هالمساحة. بيهمناش قلنا التقليص بالبوب، بس أنا عشان تعرف ليش الستار، ما أنا الستار قلت لك إنه بلحظة معينة ممكن يصير في خطوات أكثر، اللي هي بمرحلة الرسالة. البوب حكينا البوب لحالها إنه بيحذف القيمة الموجودة بآخر الليست. باخر الليست شو بعمل؟ اذا بديش اعمل ريسايز خطوتين. سيلف دوت اندرسكور اي سب سيلف دوت اندرسكور ان ناقص واحد، لانه اخر قيمه بتكون موجوده عند الاندكس ان ناقص واحد مش ان، يساوي نان، بخلي قيمتها نان، بعدين بنقص ان بمقدار واحد، بقول له سيلف دوت اندرسكور ان ماينس ايكوال 1، خطوتين لهيك او 1. طب بوب كي، البوب سب بوب اوف كي يعني احذف القيمه الموجوده ات اندكس كي. قلنا شو بصير لما احذف القيمة الموجودة at index k؟ عشان احذف فشو بعمل؟ شو بعمل عشان احذف القيمة؟ شو بعمل؟ يعني هاي مثلا عندي، طبعا تحمل انا ما عنديش بوينتر، انا بشتغل على بوينتر اللابتوب.
طيب هاي indexes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 وجيت قلت لك فيها مثلا 5 10 3 2 4 6 7 9 قلت لك فيها هاي القيم، وجيت قلت لك هاي خليها 10، قلت لك احتفل القيمة الموجودة at index 3 اللي هي 2، شو بتعمل؟ تيجي بتنزل شو هاي القيمة اللي حاطها 6 تيجي شو بتعمل؟ تيجي بتنزل شو بتعمل؟ بتنزل من هون تنزيل ببلش، بتبلش تنزل الأربعة مكان الاثنين، لاحظ بتروح الاثنين بيجي مكانها ايش؟ القيمة 4. بعدين الستة بتنزلها مكان الأربعة، بتروح الأربعة بنزل مكانها الستة، السبعة تنزل مكان، شوفوا منين بلشنا الشفت؟ من عند الكي، تنزل مكان الستة عشان أحذف، هيك بتصير عملية الحذف. بعدين التسعة تنزل مكان، بتروح السبعة هاي ويجي مكانها القيمة تسعة، بعدين العشرة تنزل مكان التسعة، بصير القيمة اللي كنت بدي أحذفها اللي هي اثنين، هايها راحت، صارت الليست خمسة، عشرة، ثلاثة، بدل ما يكون اثنين، أربعة، ستة، سبعة، تسعة، عشرة، شفنا؟ نزل المكان، هاي القيمة اللي بالأخير بعملها نان، بحطها نان، بلغيها، وبنقص إن بمقدار واحد، هذا الكود اللي انكتب. بعملية الحذف طبعا شوف الكود اللي انكتب بعملية الحذف طبعا هذا الحذف ببحث عن القيمة البوب كي وريتك اياه هون انا كتبته قبل ما نحذف البوب كي عمل دوران عشان يعمل عملية الشفت اللي عملته انزل القيم لاحظ بالحذف منين بلش الشفت مش من الاخر من عند كي نفسه لعند سيلف دوت اندرسكور ان ناقص واحد الشيفت ليفت وورد يعني القيمه العنصر يخزن فيها العنصر اللي وراه سيلف دوت اندرسكور اي سب جي يساوي سيلف دوت اندرسكور اي سب جي زائد واحد بعد ما يكمل عمليه الشيفت ينزل كل القيم من عند كي لاخر شيء شو عمل؟ سيلف دوت اندرسكور اي سب سيلف دوت اندرسكور ان ناقص واحد اللي هي القيمه اللي كانت اخر شيء صارت كأنها مش موجودة لأنهن كلهن نزلن خطوة لتحت. عملت هنن بعدين نقصت إن بمقدار واحد. هيك عملنا الريموف. البوب كي. طب الريموف، الريموف فانكشن حكينا أعطاني ما أعطاني كي، أعطاني فاليو القيمة. وطلب مني أنا أبحث عن القيمة بعد ما أبحث عن القيمة أحذفها. عشان أبحث عن القيمة شو عملت؟ ولاحظ هذا قال لي التايم كومبلكسيتي إلها إن ناقص كي، انتبهوا هاي قديش إلها التايم كومبلكسيتي اللي هي خطوة الشيفت، الخطوة الرئيسية إن ناقص كي، وقال لي بين أقواس ستار ستار لأنه إذا عملت ريسايز، بس أنا بكودي ما عملتش ريسايز. طيب 4K إن رينج، عشان يبحث عن القيمة عمل دوران 4K إن رينج أوف سيلف دوت أندرسكور إن، بدي يزور كل العناصر يقارن سيلف دوت أندرسكور إي سب كي إيكوال إيكوال فاليو. هل قيمة العنصر equal equal value؟ إذا كانت true يعني القيمة لقيتها at index k. طب أنا اللي قيمة لقيتها at index k. طب أنا بعرف أحذف القيمة الموجودة at index k. شو بعمل؟ لي نفس خطوات البوب. ممكن أستدعي بوب. بس أنا أفترض أني ما عنديش البوب. شو خطوات البوب؟ بعمل دوران الشيفت اللي تعلمناه هي نفسه. بعد ما أعمل دوران الشيفت باجي
القيمة الموجودة at index n ناقص واحد بعملها none وبنقص n بمقدار واحد. ولاحظ الكود عندي هون عمل return. شو يعني return؟ يعني اخرج، يعني مجرد ما يحذف اول قيمة راح يخرج. طب لو سألتك كم التايم كومبلكسيتي للريموف؟ n ناقص k. طب قول لي طب 4 داخل 4 قلنا، قلت لا صح 4 داخل 4 بس الفور الداخلية ما راح تتنفذ الا اذا الاف، الا اذا شرط الاف تحقق. ما راح يدخل على الفور الداخلية الا اذا شرط الاف تحقق. طب كم مرة راح يتحقق شرط الاف؟ بس مرة واحدة. ليش؟ لان انا كمان حاط بالكود return. جملة الريتيرن هاي راح تخليني مجرد ما نفذت الفور اخرج من الفانكشن. اذا هاي الجملة، جملة اللي داخل الاف راح تتنفذ مرة واحدة. كم مرة راح تتنفذ الشيفت؟ ان ناقص كي، وهاي مرة وهاي مرة. طب شو الاشي اللي خلاني اضمن انه هاي ما راح تتنفذ غير مرة واحدة؟ لانها داخل اف، شرط الاف. طب الاف ممكن ما يتحقق، القيمة ممكن ما تتكرر. بقولك لا ممكن تتكرر القيمة، بس انا بكودي حاط ريتيرن. جملة الريتيرن هاي راح تخليني اطلع من الفانكشن، مجرد ما نفذته اول مرة راح تخليني اطلع، وبالتالي بضل الريموف ان ناقص كي. طب نستد لوب هون ما اثرت على التايم كومبلكسيتي. بالورست كيس لو سالتك الورست كيس للريموف اول ان، ليش اول ان؟ هتقول ليش ان في ان ناقص كي؟ ان انه بحث على القيم، بحث عن القيمه وما لقاها، بعطيني ريز فاليو ايرور. اذا نفذ لي ريز فاليو ايرور انه القيمه اللي بدي احذفها غير موجوده، بيكون كم عمليه بحث نفذ؟ ان مره قارن الفاليو مع كل العناصر اللي بالليست، بس اكيد ما دخلش على الفور الداخليه. لو دخل على الفور الداخلية بعمل ليش raise value error، كان نفذها وعمل return وخرج من الفانكشن. شفتوا كمان من الكود لازم تشوف تفاصيل الكود، يعني مش دائما تشوف nested loop بالtime complexity إلا لما في شروط، ما فيش return، ما فيش هاي خلص عادي بتقول لي مباشرة بتشوف nested loop كيف شكلهن، n في n، n تربيع، n في n في n، n تكعيب. بس إذا في if في return داخلها انتبهوا لهاي الحالات. طيب نرجع للكود، هذا كله شرحناه المحاضرة الماضية. حكالي There's no efficient case for remove if record requires O on time. هاي العبارة غلط، أكيد هاي العبارة غلط. بالريموف عنا رح تأخذ N ناقص K، بالworst case رح تأخذ all N إذا كانت القيمة غير موجودة. One part of the process search from، شرح للطريقة، وهذا كله شرحناه المحاضرة الماضية. نشوف البيرفورمانس، نرجع نراجع البيرفورمانس ونروح على إشي جديد إذا ضل معنا وقت. بحكي لنا بالبيرفورمانس in an array based implementation of a dynamic list the space used by the data structure is all n. بحكي لنا المساحة المستخدمة بالليست رح تأخذ all n اللي هي بقيمة عدد العناصر تقريبا. طب قول لي ممكن تكون حاجز أكثر ومستخدم أقل، بقول لك آه بس هي تقريبا، يعني لو حاجز الضعف 2 في n، 2 في n شو بعتبره؟ all n، يعني the space بالنهاية all n. indexing the element at index i takes o one time. إذا بدي أرجع لعنصر داخل الليست رح تأخذ قديش وقت؟ o one. عمليات الإضافة والحذف بحكي لنا o n time in worst case، بالأسوأ الحالة رح تأخذ o n. الريموف قلنا n ناقص k بالوضع العادي إذا القيمة موجودة، إذا مش موجودة رح يبحث عنها ويقول لي إنها مش موجودة، يعمل لي raise value error، بكون عشان يعمل عملية البحث مرعى كل القيم وبالتالي رح يأخذ all n. عملية الإضافة، الإضافة إذا كانت بالوسط تأخذ k plus 1، قديش n ناقص k زائد 1. إذا كانت بالبداية، إذا بدي أضيف عنصر بالبداية رح تأخذ all n، حكينا بالبداية رح تأخذ all n، بالنهاية رح تأخذ o ال 1. إن add in an add operation when the array is full، إذا بدي أعمل عملية إضافة إذا كانت الأري فول شو لازم أعمل؟ لازم أعمل resize، بدل ما أقول له الأري فول cannot add new element، بالسي بلس بلس كنا نقول له الأري فول cannot add new element، بالبايثون لا، البايثون دايناميك. شو كنا شو بنعمل؟ نعمل resize، replace the array with a larger one، نستبدلها بأري أكبر وبعدين بضيف العنصر الجديد. grow up الأري based، طبعا هون شارح لي فكرة الريسايز والإنكريمنتال والدبلينج استراتيجي. أعيدهن؟ مش داعي أعيدهن لأني شرحتهن كثير. طيب خلينا نعيد. دكتورة سؤال. نعم. على البوب هسا في تو فانكشنز للبوب، البوب اللي بيستقبل قيمة والبوب اللي بيحذف مباشرة من آخر الليست.
تفضل. البوب اللي بحذف من اخر الليست، كيف بدي اعطيه قيمه افتراضيه بالكلاس نفسه؟ انه مثلا اذا ما اعطاه قيمه يصير الان. هسه ما بزبط نحط مثلا كي تساوي سيلف دوت اندرسكور ان، بيعطيني ايرور لانه هو مش متعرف على ان. ف هذا بيشتغل على الكلاس ليست الجاهز، الكلاس ليست البوب اللي بين اقوى اللي بدون ما على فكره هو كانه عاملها بوب واحده، بس اذا انت استدعيته هو عامل فانكشن بوب واحده، ومفترض انه الكي تساوي اللين، الكي القيمه الافتراضيه لها اللي هي اخر عنصر. بس كيف بدنا نسوي القيمة الافتراضية انه اخر عنصر؟ احنا مرة طبقناها ما بصير مثلا نسوي بالفانكشن نفسه. بصير تعمل بوب وبوب اوف كي. اذا بحثنا عن الكود بشوف لك الكود، احنا مرة طبقناها باللاب، طبقنا هاي الشغلات. بس بزبط نسوي تو فانكشن، بس ما بزبط برضه نفس الاسم. بمنعه نفس الاسم، معناته بكون عامل هو بوب واحدة وحاط قيمة افتراضية لكي اللي هي طول الليست. بحط قيمة افتراضية لكي اللي هي طول الليست، إذا كانت اللي هي طول الليست ناقص، وبشتغلها بطريقة معينة بشوف لك إياها على كل حال. طيب مرة طبقناها، مش متذكر بالتفصيل شو هي، بس راح أتذكر لك إياها. لاحظ ان ان اد او اوبريشن without an index، بحكي ان اذا بضيف قيمه بدون ما اعطيه index، we could always add at the end، كنا ممكن نضيف بالنهايه اذا بعطيه القيمه بدون ما اعطيه الاندex، هي زي عمليه الابند، اني اضيف قيمه بضيفها على النهايه. when the array is full we replace the array with a larger one، بنعرف انه اذا كانت full بدي استبدلها بلارجر 1. الالجوريثم هاي حكي لي اف تي ايكوال ايكوال اس دوت لينث ناقص واحد، هاي الالجوريثم مش بكودنا، يعني اذا كانت فول بعمل عمليه الريبليس الاستبدال او الريسايز. الريسايز هون ذاكر لي الخطوات الثلاث اللي هن اي ايكوال نيو اري اوف سايز، بنشئ اري جديد بحجم جديد، بعدين بعمل دوران فور جي ايكوال 0 تو ان ناقص واحد، هذا الدوران الهدف منه اني انسخ عناصر الاري اس للعناصر الاري اي، بعدين الـ array s الـ s سميتها A. طيب بعدين زدنا n بمقدار واحد، وضفت العنصر الجديد. حكينا عملية الـ resize هاي بغض النظر الخوارزمية، احنا عرفنا الخوارزمية فيش داعي اقرأها بأكثر من صيغة، هاي نفس خوارزمية الـ resize. بعدين إضافة عنصر، حكينا في عنا الـ incremental strategy، حكينا في الدبلينج استراتيجي. في الانكريمنتال استراتيجي كنا بنزيد السايز بمقدار قيمة ثابتة سي، بالدبلينج لا بضاعف الحجم، بضاعف الحجم. بالانكريمنتال استراتيجي قلنا تأثير الريسايز كان كثير كبير، وورث سيء، سيجنيفيكانت وورث، كان سيء كثير على التايم. ليش كان سيء كثير؟ عملنا عملية التحليل وهذا التحليل حللناه بالتفصيل، بس بدي أعيده بسرعة. K تساوي N على C، شو K؟ K عدد مرات الريسايز، K هون شو هي؟ عدد مرات الريسايز، يساوي N طول الليست على C، على C اللي هي مقدار الانكريمنتال، قديش زدت؟ يعني لو زدت واحد كل مرة بتصير عدد الريسايز N، يعني كل مرة بدي أضيف عنصر بدي أعمل ريسايز، بدي أضيف عنصر بدي أعمل ريسايز، بدي أضيف عنصر بدي أعمل ريسايز، بس لو كانت مثلا اثنين كل مرة بزيد اثنين بضيف عنصرين بعدين بعمل ريسايز، بصير ان على 2 عدد مرات الريسايز. طب لو كان 10 عدد مرات الريسايز بصير ان على 10، وهكذا. لو كان سي 10 يعني بزيد 10 عناصر كل مره. طيب شرحنا تاثير هالتوتال ان تي اوف ان اللي هي التوتال تايم للان اوف اد اوبريشنز، ان اد اوبريشنز مش 1 اد، ان اد اوبريشنز يعني مجموعه من الاد اوبريشنز عددهن ان. قلنا شو تساوي؟ راح تطلع n زائد c زائد 2 c زائد 3 c زائد 4 c زائد لحد k c. طلعنا c برا، قلنا بتصير تساوي n زائد c 1 زائد 2 زائد 3 زائد. طب هاي المعادله بعرف احلها، k في k زائد 1 على 2 بتصير n زائد c في k ضرب k زائد 1 على 2. طيب ال k انا عارف شو هي، n على c، انا عارف شو هي k، عوض مكانها n على c. هون k شيلها وحط مكانها n على c، هاي k شيلها وحط عليها n على c. ان على سي مع ان في سي بتروح، بصير هون ان برا بصير عندي ان، جوا بصير ان على سي زائد واحد
على 2 فكها تطلع تقريبا ان تربيع او ان تربيع. شيل الكي وحط مكانها ان على سي مباشره وتطلع المعادله تطلع او ان تربيع اذا ضفنا بمقدار سي كنا طريقه الريسايز انكريمنتال بيطلع ان من عمليات الاضافه بدها او ان تربيع. اذا عمليه اضافه واحد الامورتايز تايم الها راح يكون قديش؟ او ان كل عمليه. طب انا بالجدول حطيت لك او ان، لا حطيت او 1 ليش؟ لان انا استخدمت الطريقه الثانيه اللي هي الدبلينج استراتيجي. بعمليه الريسايز استخدمت الدبلينج. شو يعني دبلينج؟ يعني كنت اضاعف في الحجم. طيب اذا قاعد بضاعف انا الحجم كم مره راح اعمل ريبليس او ريسايز؟ راح اعمل مقدار كي. الكي راح يساوي لوج الان للاساس 2، يعني لو السايز بدي اصل للمليون اكون عملت الريسايز 20 مره بس. عملت ريسايز 20 مره تصل للمليون. بصل للمليون عنصر بكون عملت ريسايز 20 مره، بس لو بزيد 10 عناصر تنصل للمليون بدي اعمل ريسايز 100,000 مره اللي هن مليون على 10. شوفوا قديش بدي اعمل ريسايز. والريسايز بتشمل بدي انسخ القيم القديمه على بدي احجز وحده اكبر وانسخ القيم القديمه على الجديده، يعني بدها وقت عمليه الريسايز. لاحظ بحالة للدبلينج استراتيجي حسبنا التوتال تايم T of N of a series of N add operations is proportional to حكينا N زائد 1 زائد 2 بدل زائد C في 1 C في 2 C 2 C 3 C K في C. شو قلنا؟ 1 زائد 2 زائد 4 زائد 8 زائد 2 أس K. وهي شو تساوي؟ أخذناها المعادلة 2 أس K زائد 1 ناقص 1 على 2 ناقص 1. إذا بتتذكروا مجموع A to power k من k يساوي 0 لان تطلع a to power n زائد 1 ناقص 1 على a ناقص 1. هاي مكان نحط k ومكان ال a 2 وعوضها تطلع 2 to power k زائد 1 ناقص 1 على 2 ناقص 1 يعني على 1. على 1 راحت 2 to power k زائد 1 عوضت لك اياها، قلت لك هاي تساوي 2 to power k ضرب 2، يعني زي ما اقول له 2 في 2 اس كي. والكي قلنا اللي هي لوج الان للاساس 2، 2 اس لوج الان للاساس 2 قديش تطلع؟ تطلع ان. 2 اس لوج الان للاساس 2 تطلع ان. هاي حب التحليل شابتر 3 اعطيتك اياها كمان. بتصير 2 ان ناقص 1 ان زائد 2 ان ناقص 1 تطلع 3 ان ناقص 1. طب قديش البيج او الها؟ اول ان. هاي N من عمليات الإضافة. طب عملية إضافة واحدة حكينا O1 time. ظل عندنا الانسيرشن سورت بالشابتر، بس قبل ما نحكي عن الانسيرشن سورت شو رح نعمل؟ منا نضيف ليست، وهاي الليست طبعا هاي شغلة الكتابة لأني ما عنديش ماوس أنا كمان يعني بتحكمش كثير. بدي أضيف ليست، بدي أروح على الوورد، بدي أفتح الوورد بدي أضيف ليست وأشوف مجموعة من الأوبريشنز. أبلش بعدد وأوريك كل مرة كم راح تكون شو راح يصير محتوى الليست بعد تنفيذ عدد من الأوبريشنز. خليها 9 number of rows. لاحظ هون عندنا الاندكس، راح احط الاندكس ولا احط الاندكس تحت؟ هاي الاليمنت اليمنت وهون الاندكس. الاندكس 0 1 2 3 4. نكتب هيك اسهل لنا لانه كمان الكتابه بالبن مش سهل. هاي 8 عناصر هاي طيب فيها القيم 5 10 3 2 4 33 و5.
قلت لك أزيوم افترض إنه الليست the list name is underscore A اسم الليست underscore A and the number of element مش شرط أقول لك number of element underscore N ما أنت المفروض أنك عارفهن تساوي 5 and underscore capacity والcapacity تساوي 8. طيب لو قلت لك شو القيم الموجودة بالليست what's the value in the list مين يحكي لنا أول شيء شو القيم اللي بالليست يلا يلا يا عبد الحميد الصفر الخمسة والعشرة والثلاثة واثنين واثنين واربعين بس 42 صح بس هذول القيم الموجودة طب هذول بتفترضهم كأنهم فاضيات طب شو ليش اللي قال لي انها فاضيات عدد القيم اللي هي ان تساوي خمسة ما فيش عندي غير خمس قيم هذاك بعتبرهن فاضيات لو حطيت لك قيم انا لو عبيت قيم زي هيك عشان اخربطك بس ان بكون بس خمس قيم من عند صفر لعند ان ناقص واحد يعني خمسة عشرة ثلاثة اثنين اثنين واربعين هاي القيم طب بدي أضيف مجموعة من الأوبريشن جيت قلت لك underscore A dot Bob طيب دقيقة دكتورة للمحاضرة طيب خليني أنهي وبكتب الأوبريشنز بعدين بنشوف تنفيذهن بعد دقيقتين بنرد بنشغل خلينا مثلا عندنا هاي العمليات بدي أعمل Bob بتعمل أبند بتعمل إنسيرت بتعمل ريموف بتعمل إنسيرت أبند Bob ونشوف بعد تنفيذ هاي العمليات عرفنا أول شيء إنه محتوى الليست 5 10 3 2 42 ليش هالقد بس؟ لأن قلت لك اسمها إيه؟ عدد العناصر اللي فيها إن هي بتمثل عدد القيم الفعلي خمس عناصر راح يكون من 0 ل 4 للإندكس 0 لل 4 هاي القيم كباسيتي 8 إنه فيها 8 مواقع طب قل لي هذول اللي ظلن بقول لك هذول اعتبرهن كأنهن فاضيات حتى لو فيهن قيم الخمسة والستة والسبعة هذول الثلاث مواقع تعتبرهن فاضية طيب البوب شو راح يرجع لي لو قلت لك شو بيرجع البوب هون شو راح يعطيك لو قلت له برنت 42 البوب راح يحذف ال 42 شو راح يعمل اي قيمة راح يحذف ال 42 راح يحذفه يعني بتصير وان راح تنقص بمقدار واحد لاحظ بعد البوب راح تصير ان قيمتها أربعة وهاي 42 رح تصير نان ولو ما صارت نان خلص الان صارت أربعة بس الكباسيتي بعدها 8 يعني صار لو سألتك شو القيم اللي صارت بالليست بعد البوب 5 10 3 2 اتفقنا طب بعدين عملت أبنت 6 أبنت 6 يعني ضيف الستة على آخر الليست طب وين آخر الليست عند الاندكس ان هون ضفت الستة وزدت ان بمقدار واحد كم صارت الان صارت هون الـ N 5 حذفت قيمة رديت ضفت قيمة حذفت القيمة الأخيرة اللي هي 42 كانت at index 4 وضفت آخر إشي وين آخر إشي بالنسبة للليست مش هون آخر إشي عند الـ index N إذا رحتوا على الأبند بتشوفوا إن كنا نضيف self dot underscore A sub self dot underscore N طب الان كم كانت أربعة يعني بدي اضيف عند الاندكس أربعة القيمة ستة بعدين زيد ان بمقدار واحد صارت ان خمسة كم قيمة صار بالليست خمس قيم يعني لو قلت لك بعد البوب والابن شو صار القيم خمسة عشرة ثلاثة اثنين ستة طيب مش شرط بعد كل خطوة نسألك ممكن اقول لك بعد كل هالخطوات قل لي شو صارت ان شو صارت الكباسيتي شو صارت قيمة محتوى الليست بعدين قال لي انسيرت خمسة فاصلة سبعة وسبعين شو يعني هاي يعني بالإندكس 5 ضيف القيمة 77 طب الإندكس 5 أنا الإندكس 5 هاي بدها شفت بدها شفت لا لا دوري يعني كأني ما أقول له أبنت لأنها أجت آخر الليست هاي ضفت عند الإندكس 5 77 والإن خليتها تساوي زدتها واحد صارت 6
يعني لو لحد اللحظة هاي صار المحتوى 5 10 3 2 6 77. طيب ريموف 10، ريموف 10 شو بدي اعمل؟ بدي ادور، مش قايل لك انا وين هالعشرة، بدك تدور وين موجود العشرة بعدين تحذف. فبلش يدور، هل الخمسة هي عشرة؟ لا. العشرة هي عشرة؟ اه لقاها. اذا انا بدي احذف at index 1، بعمل عملية الشيفت من عند K لعند N، من عند K لعند N. طب شو قلنا الشيفت؟ leftward، شيفت لليسار. شو بيعمل؟ العشرة هاي بنزل مكانها، شو بيعمل؟ بنزل مكان العشرة ايش؟ الثلاث. ومكان الثلاث بنزل الاثنين اللي وراها، مكان الاثنين بنزل الستة، مكان الستة بنزل السبعة وسبعين، وبنقص ان بمقدار واحد، بتصير ان، شو بتصير ان بعد ما عمل ريموف؟ صارت ان تساوي خمسة. لو سألتك هسه شو القيم؟ بتقول لي 5 3 2 6 77. طب هاي 77 بقول لك هاي مش موجودة، خلص هون هاي بتعملها نن. إذا انتبهتوا عملناها نن بالهاي، ولو ما عملتها نن عادي، لو كان فيها قيمة هي مش موجودة، حتى لو فيها قيمة، لأن أنا نقصت إن بمقدار واحد صارت إن خمسة، القيم من 0 لـ4 والباقي فاضي. طيب بعدين عملت له insert عند الاندكس 3 ضيف 55، عند الاندكس 3 ضيف 55. وين الاندكس 3؟ هيا بدي اضيف 55. عشان اضيف شو قلنا؟ بشفت من الاخر لعند كي، الاخر هون هيها 77، بشفتها للعنصر اللي وراها، شفت ال 77 لورا، وكي بدي شفتها للي وراها، بتصير هون 6، بتصير هذا المكان فاضي، تضيف فيه ايش؟ 55. هي ضفت فيه ال 55 وزدت ان بمقدار واحد، صارت ان تساوي 6. لو جيت سألتك شو القيم هسه؟ 5 3 2 55 6 77 صار بالليست. طب أبند 99، يعني ضيف على آخر الليست القيمة 99 وزيد ان بمقدار واحد، ان يساوي 7. تمام، بعمل عملية أبند أو إنسيرت، بعمل عملية إنسيرت دوت إنسيرت 100 بالاندكس 2. العكس دكتور، 2. المهم المفهوم انها القيمة 100 بالاندكس 2، ضيف لي اياها. شو بعمل؟ بدي اضيفها at index 2، وهاي كمان عملية insert او عملية append dot append 99 88. هيك راح اسوي ريسايز صح؟ طيب ما انا عشان اصل للريسايز عملت الابند الاخيره. طيب انسيرت 2.100، ضيف على الاندكس 2 ضيف القيمه 100. اروح اشيل هاي واحط 100؟ لا، قلنا شو اول خطوه بعمل؟ بعمل عمليه بفحص الريسايز، في مجال الان 7 والكباسيتي 8، اه في مجال، ما بعملش ريسايز. بعدين بعمل عملية الشيفت، قلنا الشيفت منين ببلش؟ من آخر الليست، يعني هاي 99 بحطها مكان الخمسة، شيفت رايت، شيفت رايت من الآخر للأول. ال 77 بحطها مكان ال 99، الستة هيك في سهم هيك لليمين، سهم لليمين، الستة بحطها مكان ال 77، ال 55 بحطها مكان الستة، والاثنين بحطها مكان ال 55. طب الاندكس 2 صار فاضي، كأنه فاضي، بحط فيه القيمة الجديدة اللي هي 100. شو صارت القيم؟ وبزيد ان بمقدار واحد، هاي اندر سكور ان تساوي 8، زدت واحد صار 8. شو القيم صارت بالليست؟ 5 3 100 2 55 6 77 99، وكم ان؟ 8. وكم الكباسيتي لحد الان؟ 8. طب جيت قلت لك ابن 88، ضيف لي 88. أول شغلة لازم تفحصها قبل أي عملية إضافة، في مجال هل الـ N equal equal الكباسيتي؟ آه، إذا الليست فول، كيف أضيف؟ شو أعمل؟ أعمل أول إشي ريسايز. شوفوا متى بعمل ريسايز، الليست فول لازم أعمل عملية ريسايز. ريسايز
فيتو ريسايز بدي أدخل جدول الجدول هذا 16 17 عدد الكولومز واثنين. شوفوا دخلت جديد هذا الاليمنت هيك 17 اعطاني مش حاسه 17 10 11 12 13 4 طيب والاندكس هسه على الاندكسز من 0 مش راح اكتبهم طبعا 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ضعفت الحجم أنا القيم 5 لاحظ بدي ينسخ القيم القديمة 3 100 2 55 6 77 99 هاي القيم القديمة نسخن للجديدة هيك الريسايز بعمل وهاي الليست بسميها صارت عندي الليست اسمها A underscore A الآن فيها لحد الآن يساوي الN يساوي 8 والكباسيتي شو صارت الكباسيتي بطلت 8 شو صارت الكباسيتي تساوي 16 كم الكباسيتي صارت الضعف 8 زائد 8 16 هاي من 0 ل 55 ونسخ القيم القديمة بالليست الجديدة هسه حكيت له أبند ال 88 في مجال يضيف هاي بضيف ال 88 على آخر الليست عند الاندكس اللي هو بيمثل N اللي هو الثمانية اللي هو الفاضي بعدين بيزيد لي N بمقدار واحد كم بتصير N؟ N بتصير 9 والكباسيتي كم؟ 16 طب بوب هسه احذف احذف اعمل عملية بوب بحذف مين؟ مين بحذف؟ بحذف الثمانية وثمانين بتصير نان اللي ضفناها والكباسيتي بتظل زي ما هي أما ال N بترجع تنقص واحد بتصير 8 شفنا كيف بعمل عمليات مجموعه من العمليات البوب والابند الانسيرت لازم تعرف تطبق على الليست لازم تعرف تطبق كمان على الليست ولازم تعرف تكتب توجد التايم كومبلكسيتي كل هاي الشغلات لازم تعرفها هسه شو ضل علينا ضل علينا الانسيرشن سورت الانسيرشن سورت بيعتمد على فكره زي تيجي على الليست مرتبه وتجيب قيمه جديده تجيب قيمه جديده لازم تدخلها بمكان تضل الليست مرتبه هاي بنسميها insertion sort زي بلعبة ورق الشدة لما تصير ترتب وتصير إذا أخذت ورقة جديدة بتيجي بتحطها بمكانها الصحيح هاي فكرة insertion sort المحاضرة الجاية رح ناخذ إن شاء الله insertion sort يعطيكم العافية في حدا ما كتبش اسمه لأني بدي أنهي الجلسة عندي محاضرة هسه لأني